السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي في هذه الندوة السريعة، راح نتكلم فيها بإذن الله عن تجربتي الشخصية في القبول في برنامج الزمالة الأمريكية. طبعا بداية أشكر الزملاء في نادي شيكاغو على هذه الاستضافة الكريمة، وحقيقة يعني أثمن لهم هذه البادرة، وهي أنهم يستضيفوا كل فترة يعني أو كل أسبوع واحد من الشباب اللي حصلوا على قبول. وهذا شيء جدا طيب، لأنه يعني يكون في تواصل ما بين الإخوان اللي حصلوا على قبول والشباب اللي هم لسه شغالين في الموضوع. القبول جدا يعني إن شاء الله ما هو مستحيل، صحيح في صعوبات وفي يعني عقبات كثيرة تواجه الواحد عشان يعني يحصل على قبول، لكن إن شاء الله ما في شيء مستحيل، والأمل في الله كبير إن شاء الله. فجزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وأنصحكم إنكم تحضروا كل المحاضرات كل اللقاءات عشان تستفيدوا إن شاء الله بإذن الله. راح نبدأ إن شاء الله محاضرتنا، هي حتكون طبعا يعني قصة الشخصية، ما حيكون فيها نصائح كثير أو يعني نقاط، حتكون تجربتي الشخصية، وهذه هي يعني المحاضرة. فبداية طبعا الصورة اللي أنت شايفينها هذه هي صورة الحفل اللي سويته الملحقية، في صورة في يعني سعادة الملحق ودكتورة سمر السقاف ويعني اللي هم أعضاء اللجنة الطبية في الملحقية، وجزاهم الله خير حقيقة ما قصروا معنا في كل الخطوات يعني من التقديم إلى القبول. وطبعا في يعني صورة يعني نموذج من الشباب اللي هم حصلوا على قبول، وبإذن الله إن شاء الله عقبالكم جميعا، يعني كلكم إن شاء الله بإذن الله يعني تحصلوا على قبول إن شاء الله السنة الجاية، يعني إذا كان لكم خير في هذا البلد. راح نبدأ إن شاء الله يعني قصة الشخصية. أولا يعني كل الشكر والعرفان لوالدي ووالدتي على صبرهم معايا في هذه السنوات الطويلة من المحاولات والتقديمات والبهدلة، فجزاهم الله خير، أشكرهم على كل شيء، أشكرهم على يعني بداية على تربيتهم لنا على الاجتهاد والمثابرة، ثم يعني دعمهم المتواصل كل هذه المسيرة، فجزاهم الله كل خير، والله يطول في عمرهم ويرزقنا برهم. طبعا كل واحد أول ما يتخرج من الكلية بيكون عنده يعني طموح إنه يطلع في أفضل مكان ويتدرب في أفضل محل، لأنه كلنا الحمد لله يعني دخلنا كلية الطب على أساس إنه واحد بيخدم بلده وبيخدم الناس ويساعد الناس، وهذا الشيء اللي تعلمناه، وهذا الشيء اللي أنا تعلمته شخصيا من والدي، هو قدوتي في هذا الموضوع، هو يعني خدمة الناس ومساعدة الناس، وأن الواحد ما تكون حياته لنفسه ولكن تكون حياته لخدمة الناس. فالواحد أول ما خرج من الكلية، وهذا اللي صار معانا، إنه طبعا يعني نبغى نتدرب في مكان ممتاز في مكان جيد، فكان الواحد على مفترق طرق، هل هو يبدأ في السعودية أو يطلع برا؟ وهذا السؤال المحير دائما وأبدا، هل أنا آخذ بورد في السعودية وأنا أطلع برا، أو فين أروح برا السعودية؟ إيش المكان السهل السريع اللي يعطيني قبول على طول بدون ما أتعب وأتبهدل؟ فلذلك كان واحد في مفترق طرق، والحمد لله يعني الله عز وجل أنعم علينا بنعمة الاستخارة، وهي عبادة ونعمة في نفس الوقت، لأنه يعني هنا إحنا عايشين هنا في أمريكا ونشوف الناس كيف في كل شيء حياتهم يسووا تأمين انشورنس، فالاستخارة هي التأمين الله عز وجل رزقنا هو في أي قرار نتخذه. أنت قبل ما تسوي أي قرار تروح تصلي الاستخارة، وبالتالي أنت حصلت على تأمين من الله عز وجل أنه إن شاء الله قرارك ما راح يكون فيه أي مشكلة. فهذه يعني نقطة جدا مهمة يعني ركز عليها، أنه أنت تستخير دائما قبل أي قرار، قبل أي قرار حتى لو كان صغير، لازم دائما وأبدا تستخير. فالحمد لله يعني إحنا استخرنا، وبإذن الله يعني يكون قرارنا سليم.
فبدأت أنا أول ما تخرجت ودربت في السعودية، بدأت في اللوكال بروجرام في الرياض في مدينة الملك فهد، وهو في ذلك الوقت يعني كان أفضل برنامج في طب الأطفال في السعودية، بناء على يعني نتائج المقبولين ونتائج المتخرجين وزي كذا، كان أفضل مكان على مستوى المملكة العربية السعودية كلها في طب الأطفال، هو والحرس طبعا. فالحمد لله يعني تيسرت الأمور في البرنامج، وكان جدا ممتاز الحقيقة من ناحية التدريب ومن ناحية الإدوكيشن كل شيء، لكن في نقاط معينة كانت تنقص البرنامج، يعني عدة أشياء الحقيقة. أنا كنت يعني في مخيلتي، يعني أنا لما أبغى برنامج أتدرب فيه زمالتي، أنا كان في أشياء معينة في بالي أبغى أحصل عليها في البرنامج ما كانت موجودة في السعودية. يعني أحد النقاط هي موضوع الريسيرش، وفي أشياء كانت ثانية كثير، فلذلك يعني بدأنا نفكر في موضوع نحن نطلع برا، إنه نطلع برا يعني أطلع في أمريكا ولا كندا ولا نروح أوروبا. ف يعني حتى وقتها كنت يعني بدأت في الامتحانات اللي هي الكنديان USMLE والأشياء هذه، ويعني حتى الزملاء والزميلات اللي كانوا في المستشفى يعني كانوا يستغربوا، يعني أنا ليش قاعد أسوي، ليش جالس بضيع وقتي، يعني بضيع وقتي في المذاكرة، ليش ما تكمل البرنامج حقك في السعودية وخلاص، يعني الأمور كلها طيبة وتطلع فيلوشيب إن شاء الله على أمريكا ولا على كندا. طبعا هنا هذا محك، يعني محك خطير جدا، هو إن الواحد يعني هل يرضى بالوضع اللي هو فيه أو يطمح لشيء أفضل؟ هل هو يترك المكان الممتاز اللي هو جالس يتدرب فيه ويطلع في مكان الله أعلم إيش حيصير فيه؟ هل أنت مستعد إن أنت تضحي في المكان اللي أنت بتتدرب فيه، ومكان ممتاز ومكان جيد، خصوصاً إن أنت ما عندك قبول؟ يعني أنا بالنسبة لي لما خرجت من السعودية أنا ما كان عندي قبول لا في كندا ولا في أمريكا، يعني ما أعرف إيش حيصير فيه، لكني تركت المكان، هو مكان ممتاز الحقيقة، لأنه كان عندي طموح أبغى أطلع بلاقي شيء أفضل من كده. ف يعني الحمد لله، واستخرنا واستشرنا وطلعنا على، يعني بدأنا في موضوع اليو اس ام ال اي والكنديان والاختبارات والمواضيع هذه. من الأشياء اللي يعني اللي كانت يعني صعبة جدا إن الواحد يتخلى عن كل الاختيارات اللي عنده، وعشان كده هذه المقولة اللي أنتم شايفينها قدامكم، إن هي You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. هذه مقولة كريستوفر كولومبس، انه انت يعني اذا ما عندك استعداد، انه انت يعني ما عندك الجرأة انك انت تترك الشاطئ، فما تقدر تقطع المحيط. فلذلك الواحد لازم يكون عنده يعني مخاطرة عشان يقدر يحقق ايش، يحقق الحلم اللي في باله. اذا انت عندك حلم كبير وطموح تبغى توصل له، اذا ما انت مستعد ان انت تخاطر، ما راح توصل للحلم اللي انت تبغاه. لازم يكون في مخاطره، لازم يكون في تضحيه، ويعني بعد توكل على الله عز وجل، هذا الحمد لله اللي احنا يعني صار معايا. يعني تركت البرنامج، تركت كل شيء وطلعت، وبدانا طبعا يعني زي ما كثير منكم اكيد يعني في قصص مشابهه كثير، يعني تركوا البورد وطلعوا برا وهم لسه ما عندهم قبول. فلذلك هذه من القرارات الصعبة، يعني الحمد لله انه الله يعني عز وجل يسر لي ان انا اتخذها. في شيء جدا مهم، اعذروني على الصورة يعني، لكن هي نقطة جدا مهمة. يعني الحمد لله الله عز وجل رزقني بزوجتي سماح. يعني لولا سماح ما كان جبت القبول، لولا انه وقفت معايا وكانت معايا في الموضوع هذا طوال السنين الماضية، ما كان قدرت أحصل على هذا القبول. جزاها الله يعني كل خير، صبرت معايا وتعبت معايا، لولا تعبها لولا صبرها كانت تسهر معايا وكانت تشجعني دوما، وكانت يعني زي ما تقول زي يعني الواحد أكيد يعني كثير منكم بتمر بفترات صعبة، تلاقي نفسك مثلا خلصت امتحانك وتعبان، وجاتك درجة مثلا ما هي كويسة، أو مثلا جلست ذاكر 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 وتعبت، فتلاقي الواحد بعض الأحيان يعني يحس إنه طاقته ضاعت وخلاص، يعني ما عنده الهم والعزيمة إنه هو يرجع من جديد. فسماح الله يعطيها العافية كانت دايما تشجعني ودايما تصبرني على هذا الموضوع. فيعني لولا وقفتها معايا ولولا صبرها معايا ما كان قدرت أوصل للي قدرت أوصله.
ومن هنا انا ادخلكم في نقطة ثانية، هو انه الواحد دائما لازم يحتاج يكون في احد معاه يدعمه ويساعده في هذا المشروع، وهو انه الواحد يحصل على قبول، لانه اختبارات اليو اس بي مرة طويلة، وبعدين بعد الاختبارات عندك تقديم، وبعد التقديم في عندك يعني ترسل اوراقك، وممكن تروح تسوي ريسيرش، وممكن تعمل يعني الموضوع جدا طويل، ف لازم يكون عندك احد يساعدك، البروسيس جدا طويلة، فالله المستعان. بدأنا الحمد لله. أول شيء رحت قدمت على كندا، ويعني أنا بذكر لكم القصص الشخصية على أساس أن تستفيدوا منها، في نقاط معينة بقول لكم عليها. قدمت على كندا والحمد لله أنا حصلت على درجة كويسة في الكندا يعني، وأرسلت أوراقي. سبحان الله يعني حصل حاجة جدا غريبة، وهو أنه الأبليكيشن حقتي لما أرسلت لهم الحقيقة لسنتين على التوالي، يعني في السنة الأولى وفي السنة الثانية، في السنتين الحقيقة لسبب اداري ضيع الاوراق. طبعا بعد كده يعني قدمت على شكوى، وكانت في قصه طويله يعني ما راح ادخل في هذه التفاصيل، لكن النقطه اللي بوصل لكم هي انه ل3 سنوات وانا بحاول، وسبحان الله يعني الملف ما يوصل، ولاسباب خارج عن ارادتي يعني، انا بحاول وبروح بنفسي، حتى واحده من المرات اروح بنفسي المحقق على اساس الموضوع. فسبحان الله يعني اذا ربنا كاتب لك حاجه انت تحصلها، صدقني مهما حاولت، إذا ربنا كاتب لك أنت حتروح مكان أنت حتروح، لو ربنا كاتب لك حتروح مكان ثاني لا يمكن، لو تبغى المكان الأول ما راح تلاقيه. أنا في الأول كنت أبغى يعني قلت خليني أقدم على كندا على أساس إنه اختبار سهل واختبار واحد وخلاص يعني. فسبحان الله يعني سنتين على التوالي، وسبحان الله ما يعني مع إنه كل شيء كويس وكل ملف طيب كل شيء حاجة كويسة، لكن سبحان الله ربنا ما كتب يعني نصيب في هذا البلد. وفي نفس الوقت انا كنت شغال على موضوع اليو اس ام ال اي واختبارات اليو اس ام ال اي، وسبحان الله السنه اللي بعدها لما قدمت طبعا قالوا لي انه انت لك فتره طويله متخرج ولك فتره طويله ما اشتغلت، وبالتالي يعني فرصه جدا جدا بسيطه. هذاك الوقت اللي احنا قدمنا على امريكا، قدمت على امريكا، وكان يعني الله الواحد يعني قضاء يعني عز وجل وقدره، يعني الواحد ما يعرف. قدمنا اول مره وكان في يعني واحد من الامتحانات ما كانت طلعت نتيجته لسه، لكن سبحان الله ما يعني ما حصلت على ولا اي انترفيو، وهذه من الاشياء الغريبه يعني انه الواحد درجاته عاليه الحمد لله، غالبا يحصل على يعني مقابلات شخصيه، لكن اللي صار انه ما جاء اي انترفيو، فالواحد كان متخوف يعني، كان يعني كنت متخوف وقتها يعني الله اعلم ايش يصير، يعني انا سبت البورد هنا وسبت هنا ومجالي قبول هنا ولا جاني قبول هنا، فالواحد بدا يخاف وقتها يعني هل انا فعلا في الطريق السليم، هل انا فعلا اكمل في هذا المشوار، او انه انا يعني اوقف او ايش اسوي، يعني الوضع صعب يعني، السنوات بتعدي والواحد صار متخرج له فتره طويله، يعني انا متخرج في 2007 وخلصت امتياز في 2008، وبالتالي يعني فتره جدا طويله الى الان يعني، الواحد ما بدا البروجرام، فهل وقتها خلاص يستسلم ارجع السعوديه وابدا لوكال البروجرام، او لا حاول مره ثانيه، حاول يمكن سبحان الله تفتح لك ابواب، يمكن سبحان الله ربنا يعني كاتب لك انه انت تتبهدل في الفتره هذه على اساس انه يعني يمكن ربنا حافظ لك شيء افضل في المستقبل، الله اعلم. فكانت جدا يعني من الفترات جدا صعبه، والله يعطيهم العافيه يعني الوالد والوالده كانوا دائما يساعدونا يعني يدعمونا دائما في القرار، وسمح الله يعطيه العافيه برضه واقفه معايا في هذا الموضوع، فيعني الحمد لله يعني لولا دعمهم ما كان قدرنا يعني نتحمل انه احنا نكمل المشوار، ولا هو الواحد كان في مفترق طرق جدا صعب، هل نكمل او نرجع، خصوصا ان الواحد له فتره طويله متخرج، هم عندهم دائما واحد يكون متخرج اكثر من 5 سنوات يعني تو ماتش، ف وغير كده انه واحد من الامتحانات انا عندي كان في سكت اتم، فبالتالي يعني هذه من النقاط الخطيره يعني، في كثير من البروجرامات اصلا لما ترسل لهم معك انت سكت اتم اصلا ما يفتح ملفك، وفي كثير من البروجرامات لما ترسل لهم ومعك ولك متخرج يعني سنوات طويله اصلا ما يفتح ملفك، فلذلك كانت من القرارات جدا صعبه ان الواحد هل يكمل في المشوار او خلاص يرجع ويرضى بالامر الواقع وانتهينا. وهنا يعني الواحد يعني بدا في التفكير، انا ما اعرف هو الارسال كويس سامعين كويس او لا، خلينا نتاكد لانه عندنا
الفيديو وقف، فما أعرف هل الرسالة لسه شغالة أو لا. سلطان، سلطان معايا؟ أنا ماني عارف. معك صوتك واضح إبراهيم، معك. ممتاز ممتاز، جيد جيد جدا. طيب خلينا نكمل. باقي ربع ساعة إن شاء الله بإذن الله، يعني ما حنطول. الحمد لله ربنا يعني يسر لنا في ذيك اللحظة إنه يعني حصلت على قبول في جامعة جورج واشنطن في الريسيرش بروجرام، وهذا من أفضل البروجرامات الحقيقة، ومن يعني من أجود البروجرامات في ناحية الريسيرش. وهنا بدأ يعني الواحد يبدأ يحس إنه إن شاء الله في أمل، وإن شاء الله في يعني بإذن الله يعني فرصة الواحد ينقبل في البروجرام في أمريكا. والحمد لله يعني بدأنا في الجامعة، وشفنا الناس وقابلنا، ويعني الواحد الحمد لله يعني واحد دائما اكتف مع الناس، ودائما يقابل الناس، ودائما يروح ودائما يجي ويشتغل مع الناس ويقابل الناس. جدا مهمة السوشيال نتوركينج، وجدا مهم انه تقابل الناس وشوف يعني هذه واحدة من الصور اللي كان في واحدة من اللقاءات مع الدكتورة سمر السقاف. يعني السوشيال نتوركينج، يعني قد ما اقول في السوشيال نتوركينج هذا شيء جدا مهم جدا، اساس الواحد يحصل على قبول هنا في امريكا. والحمد لله يعني قدمنا الاوراق حقتنا، وبدانا في موضوع المقابلات الشخصيه، وهذه من اصعب الفترات لانه الواحد بيكون يعني في ضغط نفسي جدا شديد، وضغط يعني وحرق اعصاب الحقيقه لما تقابل لما تروح. بالذات انه يعني الواحد بالنسبه لي انا كنت يعني متخرج لي فتره طويله، ويعني زي ما قلت لكم في واحده من الاختبارات كان فيها سكند اتمت. طبعا يعني موضوع السكند اتمت حقتي هذه يعني قصه ثانيه، يعني كان في ميديكال ريزون، في سبب طبي ورا الموضوع، لكن يبقى ان هو في الملف انه في سكند اتمت. فلذلك يعني كان في نوع من يعني الصعوبه في ذيك الفتره، ان الواحد هل حيبقى في البلد هذه او حيمشي. وهنا انا اقول لكم الحقيقه يعني اخواني واخواتي، واحد ما عنده الا ان هو يدعي ربنا عز وجل انه يوفقه للمكان اللي فيه الخير. واحد ما يعرف الخير فين، ما يعرف الخير انا هل الخير لي ان انا اكون في امريكا، هل الخير لي ان انا ارجع السعوديه، هل الخير لي اروح كندا، هل الخير لي ايش يصير فيه، يعني الله اعلم. الواحد يدعي الله عز وجل ويسلم امره لله ويستخير دوما في كل خطوه من خطواته. والله اعلم، انت ما تعرف الخير فين، ما تعرف الخير هل لك الخير في هذا البلد او لك الخير ان انت تروح ترجع السعوديه. فلذلك الواحد يدعو الله عز وجل. والحمد لله بعد ما خلصنا جلسنا نستنى النتائج، الله اعلم احنا هنكون من المقبولين او حنرجع السعوديه. جلسنا وقتها، يعني انا اتذكر حتى من الزملاء، يعني سواء يعني طراد ومحمد، يعني في مجموعه كبيره، يعني ما بذكر احد لا انسى احد، لكن يعني كنا مجموعه الحمد لله، كنا مجموعه كلنا قلوبنا على بعض، وكلنا نجلس مع بعض، كلنا همنا واحد ونخفف على بعض. والحمد لله الحمد لله، يعني بعد الفتره الصعبه هذه الله عز وجل انعم علينا بالقبول. كيف الله عز وجل انعم علينا بالقبول؟ هل لأنه أنا والله درجات كويسة؟ هل لأنه أنا رحت في الانترفيو وكان أدائي في الانترفيو كويس؟ هل لأنه أنا كان ملفي كويس وكنت عملت ريسيرش، كنت عملت عندي بابليكيشن ولا أي حاجة؟ هل لأنه أنا والله في الانترفيو كنت يعني بتكلم معاهم بأريحية؟ كل هذا الكلام جهد شخصي، لكن الموضوع كله بيد رب العالمين. إذا ربنا كاتب لك إن أنت تنقبل، والله حتنقبل. لو جاتك واحدة انترفيو، واحد من الزملاء احتمال يعني تسوي معاه محاضرة الله أعلم، لكن يعني أخونا هذا جاته الوحدة انترفيو، والانترفيو هذه كمان لما جاته يعني جاته يعني بعد ما هو اتصل عليهم، ويعني كان الموضوع فيه صعوبة جدا كبيرة. وسبحان الله ربنا كتب له في هذيك الانترفيو الوحيدة اليتيمة إنه ينقبل. وفي غيره، أعرف واحد من الزملاء جات له 10 انترفيوهات ولا انقبل ولا جاله قبول، قال لا ما انقبل. فسبحان الله الواحد ما يعرف الخير فين. الله عز وجل اذا كتب لك انه انت تنقبل في مكان، والله حتنقبل لو ايش صار، لو جاتك واحده انترفيو.
حتى لو ما جاتك انترفيو. وفي واحد من الشباب، ومو واحد من الشباب الحقيقة، ثلاثة أعرفهم إلى الآن، واحتمال إن شاء الله الرقم يكون أكبر، كلهم جاتهم قبولات بدون حتى انترفيو، اللي هو بعد الماتش. بعد الماتش بالتليفون بيكلموهم وتنتهي القضية بسرعة. فالله أعلم، أنت ما تعرف الخير فين، ما تعرف هل أنت يعني ربنا هيكتب لك إنه أنت حتنقبل في ذا المكان أو في ذا المكان، الله أعلم. فأنت تدعي الله عز وجل إنه هو يكتب لك الخير ويوفقك، وأبدا لا تقول في شيء مستحيل. إذا كنت متخرج لك سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، 7 سنوات متخرج، أبدا لا تقول إنه أنت مستحيل إنك تنقبل هنا في البروجرام في البورد الأمريكي، أبدا ما في شيء مستحيل. إذا أنت في واحد من الامتحانات رسبت وبعدين دخلت سويت الامتحان مرة ثانية ونجحت، إن شاء الله لو رسبت مرتين لا تقول أبدا مستحيل إنه أنت حتنقبل، لأنه ممكن تنقبل. لو كان عندك أي مشكلة لا تقول أبدا مستحيل، ما فيش حاجة مستحيلة، الله عز وجل لو كتب لك حتنقبل والله حتنقبل. ولو الله عز وجل كاتب لك إنه أنت ما تنقبل في هذا المكان، زيك في يعني في أكثر من واحد من زملائي يعني حاولوا وبذلوا وسووا كل اللي عليهم وبعدين ما انقبلوا، فهل هذا معناته إنه خلاص هذه نهاية الدنيا؟ لا أبدا يا أخي. الله عز وجل إذا أنت شفت إنه قدامك في باب، الله عز وجل حيفتح لك باب ثاني، فأبدا لا تيأس. ومهما يكون تدريبك يعني سواء هنا او هناك او في السعوديه او في اي مكان، دائما وابدا خلي عندك هدفك، انه انت ايش الهدف اللي انت بتسوي تتعب عشانه، وليش انت بتتعب هذه البهدله كلها. انت في الاخر تبي تخدم الناس، تبي ترجع تساعد الناس، تبي تساعد في تطوير البلد وتطوير الواقع الصحي عندنا في السعوديه، فخلي هذا هدفك. ولا يهمك انت تدربت في السعوديه ولا تدربت في امريكا ولا تدربت في كندا، ان شاء الله في كل مكان انت راح تبدع وراح تكون متميز. اهم شيء ان انت يكون املك في الله كبير. واذا انت الان بتحاول ان انت تجيب قبول في امريكا، فتوكل على الله واستعين بخبرات الشباب اللي معك وتواصل معاهم. سواء يعني الان ما شاء الله انت كل اسبوع بتقابلوا ناس، وانا واكيد الزملاء كلنا على استعداد، اي احد عنده اي سؤال في التقديم، في الارسال الاوراق، في المقابلات، في اي حاجه، احنا كلنا تحت امركم. اي حاجه تبغوها احنا اقل واجب نسويه ان احنا نساعدكم، اقل حاجه نسويها ان احنا نساعدكم ونجيب على اسئلتكم. لانه احنا لما كنا بزيكم احنا يعني لقينا اللي يساعدنا ولقينا اللي يوقف معانا، فاقل واجب احنا نقدم لكم هو ان احنا نوقف معاكم ونساعدكم. انا حترك لكم مجال الاسئله، في عندنا 5 دقائق، اذا اي احد عنده اي سؤال انا حستنى الاسئله الى ان تنزل، والى ان تنزل الاسئله يعني انا يعني حقول نقطه واحده، هو اني انا ابغى اشكر الحقيقه الدكتوره سمر السقاف والدكتور منتظر طاهر وكل الدكاتره الستاف اللي في الملحقيه، لانهم فعلا وقفوا معانا وساعدونا. الدكتوره سمر دوما وابدا بابها مفتوح لاي احد وتساعد اي احد. جزا الله كل خير على الشيء اللي بتسويه لنا، وان شاء الله باذن الله يعني نرد لها هذا الجميل. فإذا في أي سؤال خلينا نشوف هنا تحت. طيب اشوف في سؤال هنا على موضوع ال what is good score for step 1 to get match. ما في good score to get match، اي سكور اذا ربنا عز وجل كان كاتب لك ان انت حتنقبل حتنقبل. و ليش انا بقول لك الكلام هذا؟ لانه اعرف ناس شخصيه درجاتهم
200، أقل من 200 وحصلوا على قبول، وفي ناس درجاتهم فوق 230 وما حصلوا على قبول. فالموضوع ما هو يعني أبيض وأسود، الموضوع هو إنه أنت تتوكل على الله، تجتهد إنك أنت تجيب علامة جدا عالية، يعني أبذل كل طاقتك كل جهدك إن أنت تحصل على علامة جدا عالية. لكن إذا هذه العلامة اللي أنت حصلت عليها سواء من المرة الأولى أو من المرة الثانية، أبدا ما في شيء مستحيل إن أنت تحصل على مقابلة شخصية وتحصل على قبول بإذن الله. نفس الشيء يعني الشباب اللي يسألوا عن عدد المقابلات الشخصية، أنا أكثر من مرة أسمع إنه يعني كم مقابلة يعني أحتاج إن أنا أحصل عليها على أساس إن يجيني قبول. نفس الإجابة بالضبط، إذا أنت اجتهدت ويعني بذلت كل طاقتك وجهدك، توكل على الله بإذن الله، حتى لو مقابلة واحدة، حتى لو بدون ولا أي مقابلة، ممكن تحصل على قبول. وزي ما قلت لكم يعني أحد الزملاء 10 مقابلات ولا جاء قبول. To get acceptance from GW, you have to do a research fellowship with them or not? No. ما يحتاج إنه أنت تعمل ريسيرش عندهم. صح أنت لو عملت ريسيرش عندهم حيكون فرصتك أعلى، لكن يعني في كثير من الشباب اللي الآن انقبلوا معانا، أكثر من نص اللي مقبولين الريزدنت في جي دبليو أصلاً ما عملوا ريسيرش. اللي انقبلوا وعملوا ريسيرش هو إحنا الأربعة، إحنا الأربعة أيوه، البقية تقريباً يمكن 7 ما هم من نفس الجامعة، ما عملوا ريسيرش هنا، عملوا في أماكن ثانية، وفي بعضهم حتى ما عمل ريسيرش. If you have to choose between master degree or research fellowship، طبعا كل واحد من هذه البرامج اللي هي يعني انت الان بعد ما تخلص كابلن، بعد ما تخلص اليوسملي، في عندك مجموعه اختيارات، في عندك ريسيرش يير، في عندك ماستر ديجري، في عندك ريسيرش فيلوشيب. كل واحد منهم له ايجابيات وله سلبيات. انت لما بتروح الماستر بيكون عندك صح، في عندك بتحصل على ديجري، بتحصل على شهاده اللي هي ماستر ديجري، لكن بيكون في عندك شيء ناقص وهو الجزء الكلينيكال. ما بيكون في عندك كلينيكال، احتمال يكون في ريسيرش اذا كان ماستر ريسيرش، اذا كان ماستر بابليك هيلث ما بيكون عندك ريسيرش والله اعلم. وحتى لو انت ما بيكون عندك جزء كلينيكال، وبالتالي هذه يعني ايجابيات وسلبيات الماستر. بالنسبه لل اللي هو الريسيرش، بيكون عندك طول السنه جزء يعني بيكون في عمل كلينيكال، ولكن ما بيكون في عندك ديجري، انت ما بتحصل على ديجري في الاخر، وما بيكون عندك محاضرات نظريه، وما عندك اشياء يعني ستراكشرد بروجرام، بيكون كله ريسيرش وكلينيكال. في الجهه الثانيه في عندك اللي هو ريسيرش فيلوشيب، اللي هو هذا اللي في جي دبليو، هذا بتكون الثلاث الاشياء مع بعض، اللي هي جزء الريسيرش وجزء الكلينيكال وجزء المحاضرات والاشياء الجزء النظري. ولكن طبعا ما بتحصل على ديجري. يعني كل واحدة من هذول لهم إيجابية ولها سلبية. أنت تشوف يعني نصيحتي لك إنه أنت ترسل أوراقك لكل هذه الأماكن، وبعدين بعد ما يردوا عليك، لما يجيك القبول في مكان أو مكانين وقتها تختار. لكن أنت أول شيء اللي تسويه بعد ما تخلص امتحاناتك كلها، تقدم على كل هذه الأماكن وتشوف بعد كده إذا انقبلت في أكثر من مكان، أبدأ وقتها أفكر هذا أفضل أو هذا أفضل. الله يعطيكم العافية. أظن إنه الوقت انتهى. كلمة أخيرة، الله يجزيكم خير على حضوركم، وزي ما قلت لكم توكلوا على الله. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار، إحنا دائما أبوابنا مفتوحة، سواء أنا أو كل الزملاء اللي حصلنا على قبول، بإذن الله نقدر نساعدكم. خلي ثقتك بالله عز وجل عالية جدا، خلي ثقتك بنفسك عالية، توكل على الله. اطلب المساعده والمشوره من الناس القريبين منك، اهلك، اخوانك، ابوك، امك، زوجتك اذا متزوج. وباذن الله باذن الله نسمع منكم جميعا اخبار حلوه ان شاء الله السنه الجايه، ونشوفكم ان شاء الله في حفل المقبولين في الملحقيه. السلام عليكم.